أخذت مبلغا من شخص ولا أدري أين هو الآن، هل يجوز أن أتصدق له بهذا المبلغ على أقاربي؟ عليك أن تتأكد من وجود الشخص ولا تستعجل، لعله يأتي أو لعلك تعثر على عنوانه أو اسمه أو على من يدلك عليه، فلا تستعجل، وعليك بالبحث عنه وانتظار مجيئه إليك. فإذا يئست بعد الانتظار وبعد البحث فإنك تتصدق بهذا المبلغ على نية أن أجره لصاحبه، تتصدق به على المحتاج سواء من أقاربك أو من غيرهم، على المحتاجين. جزاكم الله خيرا.